بكم مرة أخرى على قناة أبديلات تيفي، دائما مع جيستيون دو لا برودكسيون بارتي الثانية. اليوم عندو على تيبولوجي دو برودكسيون، فكما كتعرفو كل شركة متخصصة في برودوي تاعها، يعني كل شركة مختصة في شي حاجة، يعني يا خدمة يا سيرفيس. يعني كتلقى شركة هي كدير لك واحد البرودوي خاص، ولا كتلقاها كدير لك خدمة خاصة. مثلا على سبيل المثال، خدينا مدينة بوس ولا الالسا ولا شي حاجة، فهاديك يعني البرودوي ديالها اللي كتعطينا هو عبارة عن سيرفيس، وهاد السيرفيس هادي مختصة به هي، يعني ميمكنش تلقى تاني، ميمكنش تلقى مثلا هذا، ميمكنش تلقى الرايب مثلا، شي يوزين الرايب كيدير لك سيرفيس تاع الترونسبور، ميمكنش. الوغ يعني وهذا وباش ندوي على تيبولوجي دو بروديكسيون، يعني لي تيب دو بروديكسيون اللي كاينين، فضروري ما نعتمدو على تروا د نوسيون، وهما لا كونتيتي فابريكي اي ريبيتيتيفيتي، دوزيامون لورغانيزاسيون دي فلو دو بروديكسيون فيزيك انفورماسيون، تروازيامون لي غولاسيون افيك لي كليون. نبداو بالكونتيتي فابريكي، هي كندويو على البروديكسيون، كنشوفو البروديكسيون واش يونيتير، يعني ان لونتربريز كتخرج لنا يعني كتخرج لنا دي برودوي على شكل دي يونيتي، بحال مثلا ناخد مثلا سامسونج، نقول مثلا سامسونج كتخرج لك تليفون واحد مثلا في الشهر، يعني يونيتي، ما كديرش السلاسل. مثلا دابا هي دايره دي سيري، دايره مثلا ا، دايره جي، دايره، يعني ان كنشوف لونتربريز واش كدير برودكسيون يونيتي او بيان بار سيري. و لي سيري كندوي على لي بتي سيري، الا كانت 100 لي مويان سيري 1000، و لي كون سيري 100000 فوق بيان سور. مزيان، دابا ندوزو لا ريبيتيتيفيتي. فهنا كتشوف الشركه داك البرودوي اللي غتخرج واش غيكون ريبيتيتيف او نو، يعني واش غيرد ليها شي صرف ولا لا بهذا المفهوم هذا. مزيان، ندوزو لورغانيزاسيون دي فلو دو برودكسيون، وهنا كتطرح السؤال كومون سو في لا برودكسيون. فبرودكسيون اما كيدار على شكل على يعني اون كونتينيو، ولا كيتسمى الفلو تشوب. وهاد الفلو تشوب هذا كيتميز هنايا بحال قلتي، البرانسيب ديالو هو ان لي ماتيير بريمير سون كونسومي اون كونتينيو، يعني ان هنايا لي برودوي يعني لي غوسورس راهم موجودين وكاينين، الشركه كتخدم ما كتقطعش، يعني الخدمه ديما خدامه ديما خدامه. ومزيان، ومن بين لي كاركتيريستيك تاع اون كونتينيو هي ان الكونتيتي برودوي كتكون طالعه بزاف، تري امبورطون. مزيان، كاينه اون ديسكونتينيو لا جوب شوب. فهنا كتلقى الشركه كدير كتستعمل بحال قلتي، ما كت كتستعمل هي داكشي اللي عندها، وكيكون عندها مثلا بحال قلتي هي كتخدم، وميم طون مثلا كيكونوا عندها دي بان، يعني كيخسروا ليها لي ماشين ولا شي حاجه، هي ضروري مثلا بحال قلتي شي شركه اللي متوسطه اون جينيرال، كيكونوا عندها مثلا المشاكل في لي ماشين ولا لي غوسورس كيتقطعوا ايتترا. كاينه بار بروجي، هذه بار بروجي هي ان الشركه كتجي شركه اخرى ولا ان كليون، نسميوه حنا ان كليون، كيجي كيقدم ليها بروجي، الوغ هي كيخصها ضروري تحترم داك لو ديلي اللي دار معاها داك الكليون، هادشي اللي كيتسمى اون بروجي. الوغ باش نعاودو، لا برودكسيون يا كتدار اون كونتيني، يعني كي لوزين ديما خدام، يعني ما لي غوسورس ما كيتقطعوش، او بيان اون ديسكونتيني، ممكن نقولو هنايا اون ديسكونتيني ندخلو فيها هذا، اون ديسكونتيني ندخلو فيها مثلا لي زوزين اللي كيخدمو في الصباح، اللي كيخدمو يعني النهار وكيوقفو بالليل. مزيان، بار بروجي
هذا راه فاش هذا البروجي هذا هي فاش كيجي عندك كليون وكيقول لك يعني كيجيب لك واحد كيشارج كيقول لك دير لي انت هاد يعني بحال قلتي كليون كيجي الشركه ويقول لي خاصك تخرج ليا هاد البرودوي هذا مزيان. ندوزو تروازيام شوز سي لا غولاسيون افيك لي كليون، وغنبدا باول نقطه فهي لا فابريكاسيون سيغ ستوك. انا لا فابريكاسيون سيغ ستوك اش كنقصدو بها؟ مي بعدا كيطلقوا عليها في مجال التعريف تاع لي زونتربريز ميك تو ستوك. وهنا اش كنقصدو بها؟ هنايا ان الشركه كتكون سواء كونتيني سواء ديسكونتيني، ولكن ديما هي يعني ما كتسناش هي تيجي الكليون يقول ليها يقول ليها راه باغي ولا ما باغيش، ديما هي كتصنع وكتستوكي مزيان، وكتستوكي مثلا كتستوكي كل شيء في نفس البلاصه مزيان. كاينه النقطه الثانيه لاسومبلاج سيو كوموند او بيان اسيمبل تو اوردر. هنايا لونتربريز اش كدير؟ كتهز يعني ديك لي برودوي ديالها كتهزهم يعني كتصنع بزاف، وكت مثلا هنا كانت الا كانت دايره دي سيري كتهز كل سيريه كدير لها كتجمعهم في بلاصه واحده باش يعني باش ملي يطلبها لو كليون يلقاها واجده. وهذه بحالها بحال الفابريكاسيون سيغ ستوك الاولانيه والثانيه بحالهم. هنايا من الفوائد ديالهم هو ان لو ديلي دو ليفريزون كيكون مينيموم. علاش كيكون عندنا البرودوي موجود في ستوك، الوغ انت سوا بغيتي هي لعيبه وحده يعني هي بياسه وحده هي بياسه وحده ولا جوج ولا كتلقاها واجده، او بيان بغيتي واحد يعني واحد 100 بياسه ولا 200 ولا 300 كتلقاها حتى هي واجده. كاينه تروازيام بوان هي لا فابريكاسيون سيغ كوموند. هاد الفابريكاسيون سيغ كوموند هي ان لو كليون كيعطيك لي يعني كيعطيك لي كوموند اسيدي بحال قلتي انت كأنتربريز كتكون غادي عادي طق 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 طق. ابري كيجي عندك واحد لو كليون وكيجيب لك كوموند، كنقولوا حنا جبنا كوموند يعني واحد الكوموند كوموند لك اسيدي انا خاصني واحد 50 تليفون مثلا، يعني انك انت غتحاول تقاد داك التليفون في الوقت اللي خاصك تحترم، يعني هنا كيدخلوا الشروط يعني خاصك تحترم لو ديلي دو ليفريزون، خاصك تحترم يعني الكي تشارج اللي دار معاك هذا لو كليون بيان سور. وكاين واحد اخر اللي متشدد بزاف هو لا كونسيبسيون اي فابريكاسيون سور كوموند انجينير تو اوردر. هنايا كي لو كليون كيكون واقف على لي زيتاب اللي كيدوز منهم هاد لو برودوي تاعو، يعني انه ابار كيجي لعند الشركه وكيطلب منها تقاد ليه برودوي كيما هو، فهو كيكون واقف على البرودوي يعني دوبوي لو دوبار حتى كي ياخذ البرودوي ديالو. ف يعني انه من يعني من ديبار حتى الاخر. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، نتلاقاو في البارتي الثالثه ان شاء الله.